قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على منا وطمنا على حالة الطقس، كمان نعرف منها أحوال الشوارع عاملة إيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا زمانة. صباح الخير يا منا. النهاردة الجو لطيف الحمد لله، حر طبعا بما يتناسب مع الوقت اللي احنا موجودين فيه، بس برضه في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. في انخفاض بقاله كام يوم كده؟ الحمد لله ربنا يديم النعمة يعني. إن شاء الله. اتفضل يا منا. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش. خلينا نبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو. احنا شايفين قدامنا سيولة مرورية في الاتجاهين في 15 مايو، سواء للي جاي من وسط البلد أو متجه للمهندسين. أما بقى لو بصينا على كوبري أكتوبر فهنلاقي إن فيه برضو سيولة مرورية نسبية لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة. من المتوقع أن يكون طبعاً في زيادة للكثافة بعد شوية في الوقت اللي الموظفين فيه هتروح لأعمالها، وطريق الكورنيش لطريق المظلات احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية المتحركة ولغاية ميدان التحرير، وبعدها هنلاقي سيولة مرورية مكملة معانا لغاية منطقة حلوان. لو بصينا بقى للمتجه من شارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأميرية هنلاقي كثافات بسيطة، وفي بعض الكثافات المرورية على الدائري بمنطقة السلام، وطبعا للي داخل النفق اللي جاي من منطقة أو من مناطق الأقاليم المختلفة للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وبرضو هنلاقي نفس القصة عند محور المنيب واللي متجه في طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي كمان هنبص للي جاي من المعادي لمناطق الجيزة، وكده هنلاقي برضو في بعض الكثافات المرورية في مناطق التجمع الخامس وفي طريق البساتين وزهراء المعادي. هنبص كمان هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة بتظهر أعلى كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، وبرضو هنلاقي عند كوبري المطرية زي ما احنا شايفين للي جاي من الكابلات متجه لمنطقة التجنيد ومناطق مصر الجديدة. طبعا عندنا خط بديل أو طريق بديل بنفضل استخدام كوبري سرايا القبة. هنلاقي كمان بعض الكثافات أعلى مطالع كوبري السيدة عائشة للي قادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، عشان كده برضو عندنا طريق الملك الصالح وشارع القصر العيني كطرق بديلة لتخفيف الضغط المروري. خلينا مع بعض نبص على شوارع الجيزة ونشوف مع بعض كمان محور 26 يوليو في الطريق اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد واللي هيتجه لميدان لبنان. هنلاقي بعض الكثافات المرورية حديد بطبيعة الحال بشكل كبير، وعشان كده احنا بننصح بان احنا نشوف محور رود الفرج. خلينا بقى نبص عند شارع السودان، احنا شايفين كثافات مرورية بسيطة جدا بتزيد قدام محطة مترو الجامعة اللي جاي من كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي، وكمان منزل محور صفت للجاي من الدائري لجامعة القاهرة، وعندنا محور بديل اللي هو محور أحمد عرابي نقدر نستخدمه هيسر علينا كتير في الطريق. هنشوف كمان كثافات متحركة في محور صفت اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان، وبيفضل التوجه لطريق عرابي، وكمان هنلاقي كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وفي المنطقة دي هنلاقي سيولة نسبية مرورية. لو بصينا كمان اللي هياخد كوبري قصر النيل وميدان التحرير هنلاقي سيولة مرورية نسبية. الطريق الدائري بيشهد كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ولغاية ميدان الجلاء، هنلاقي طبعا في تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي لغاية مناطق الجيزة، وكمان هنلاقي في طريق الفيوم بعض التباطؤ لغاية ما بنوصل لحدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. المنطقة دي مليانة أعمال إنشاءات ومليانة إصلاحات، وعشان كده متوقع إن احنا نلاقي بعض الكثافات المرورية. نروح بقى مع بعض لمحافظة سوهاج، وهنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج. الطريق عنده بيشهد بعض الكثافات النسبية، وهنشوف بقى مع بعض شارع وطريق الحواويش احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية لغاية ما بنوصل لشارع في مستشفى أخميم المركزي، واحنا هنلاقي فيه من عندها لغاية الآخر سيولة مرورية. هنفضل ماشيين ومكملين لغاية ما بنوصل لطريق جرجة اللي بيشهد سيولة مرورية متقطعة، وهنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطة اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق، لكن إجمالا مفيش أي مشاكل في الطريق.
نكمل جولتنا المرورية ونروح إسكندرية، وحنلاقي هناك كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وحنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل وصلة لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية وصلة لغاية طريق الحرية. لو كملنا بقى في نفس الشارع زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات المرورية الأخرى وصل لغاية محرم بيه والشارع عبد القادر الغرياني. لو بصينا بقى على طريق الكورنيش بتبقى فيه كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة في الآخر هنلاقي بعض الكثافات المرورية بطبيعة الحال. خلينا بقى دلوقتي نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي مسجل 18 جنيه 66 قرش للشراء، 18 جنيه 74 قرش للبيع. اليورو مسجل 19 جنيه 70 قرش للشراء، 19 جنيه 45 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني مسجل 22 جنيه 73 قرش للشراء، 22 جنيه 83 قرش للبيع. الفرنك السويسري مسجل 18 جنيه 80 قرش للشراء، 18 جنيه 89 قرش للبيع. اليوان الصيني مسجل 2 جنيه 77 قرش للشراء، 2 جنيه 78 قرش للبيع. الريال السعودي 4 جنيه 97 قرش للشراء، 4 جنيه 99 قرش للبيع. الدينار الكويتي مسجل 60 جنيه 77 قرش للشراء، 61 جنيه 11 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي مسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. نشوف مع بعض أسعار الذهب بالنسبة كمان لمتوسط سعر الجرام. عيار 18 جرام مسجل 858 جنيه، عيار 21 مسجل 999 جنيه، عيار 24 مسجل 1145 جنيه، والجنيه الذهب بيوصل الانخفاض وبيوصل ل 7929 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة هيكون فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء. في كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة ضعيفة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة في إدفو 41 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.